علاقتي مع العالم هي علاقتي مع الفن مالي بشكل أساسي، يعني هو الشغل الشاغل في حياتي. أحاول أن أجد حلاً لمشكلة لم يحاول أن يتطرق إليها الغالبية المطلقة من الفنانين سابقاً. آمل أنه يأتي يوم سوف يتوجه الفكر الفني والذكاء الفني والإبداع الفني نحو حل مشاكل العالم الذري والدون الذري. برز محمود صبري كفنان تشكيلي رائد منذ نهاية الأربعينات من القرن الماضي، وكان أول من عبر في إبداعه الفني عن ثورية نضال الشعب العراقي وربط بين العملية الإبداعية وعملية التطور الاجتماعي. ولد محمود صبري في بغداد عام 27 من أب كان يعمل في محل تجاري وأم كربة بيت. درس الفن في بريطانيا وروسيا وكتب العديد من الدراسات الفنية والبحوث السياسية والعلمية المهمة وأرسى قواعد للنقد الجدلي. غادر العراق عام 60 إلى موسكو واستقر في العاصمة التشيكية براغ منذ عام 63. أعلن للعالم في عام 71 نظريته الجديدة في الفن المعروفة بواقعية الكم، وما زال عاكفاً على تطويرها. ولدت بمحل اسمه محل المهدية، وأعتقد أعداد كبيرة من الضباط اللي ساهموا بثورة تموز كانوا من منطقة المهدية، يعني بعضهم يعني أنا أعرفهم شخصياً، يعني تروح أشوف أفلام أقعد أرسم بعض مشاهدها بطريقة الخاصة على الحيطان على كذا بالبيت. بيكاسو أتذكر، أنا مش تعرف بيكاسو يعني ذاك الوقت، من رسمت له واحدة من المجلات اللي عندي وصلتني، ما أدري واحد من أقاربنا جابها فكان بها صورة بيكاسو، صورة لبيكاسو لامرأة وطفل. لما سويت هاي الصورة حتى هي كانت في ذهني بالواقع الصورة نفسها، لأن مثل طبعت بذهني صورة امرأة وطفل. كل ما في الأمر ما أتذكر كان بها حمامة وفشي مثل ما أنا مخلينا. مدرسة الابتدائية مدرسة الحيدرية اسمها، بعدين انتقلنا المنطقة يم الفضل، بعدين بعد انتهاء الغربية المتوسطة رحت للثانوية المركزية. أول نشاط اجتماعي أقدر أقول في سنة 44 رحنا على مدير معارف بغداد، قلنا له إذا ممكن أنا ومجموعة من الشباب إذا ممكن يعطونا بناية المدرسة أثناء الدورة فترة العطلة اللي هي 3 أشهر نحولها إلى محل لمكافحة الأمية. واشتركنا على عدد كبير من عدة أشخاص، هسه يخطر بالي بعض الأسماء، مثلا محمد صالح أبلي، حافظ تكمتشي، يوسف العاني، أكو جورج أديب جورج، أكو واحد اسمه كامل محمد علي بعدين فهمت صاير ضابط ابن أهل الموصل. بعد أن أنهى دراسته الثانوية بتفوق عام 45 حصل على بعثة دراسية إلى بريطانيا لإكمال دراسته الجامعية في العلوم الاجتماعية، وهناك أصبح اهتمامه بالرسم أكثر جدية، فدخل مدرسة مسائية لدراسة الفن التشكيلي وساهم كمحترف في أول معرض شارك فيه عام 47 مع أوائل الرسامين العراقيين. فأني من التقيت بزي صالح في إنجلترا اللي كان وياي بنفس المدينة في اسمه لافورو، هو كان مهندس عسكري بس يرسم. أبوه محمد صالح زكي أيضا رسام قديم يرجع لعبد القادر الرسام من جماعة الرسامين الأوائل في العراق. بعدين من التقيت به فقلت اثنين كنا نروح مثل ما بينت أني نرسم موديلات بالمدرسة الرسم هاي الليلية في لندن في لابورا. فصار معرض كبير في الواقع، السفارة العراقية نظمته هناك في لندن. بعت بي صورتين بهالمناسبة. ها كان أول صورتين أنا بايعها في إنجلترا. مواضيعها واحدة بورتريت كانت، وواحدة تستغرب إذا أقول لك حول ثورة الصين. لأنه ذاك الوقت صادف
الحرب الأهلية كانت فيه في الصين. بعدين صار معرض لبعض الفنانين المكسيكيين أوروسكو، ريفيرا، بعض التصاوير مالتهم. وبقوا هم يعني فان جوخ والفنانين المكسيكيين هم مصدر إلهام إلي بكثرة. إضافة فيما بعد إلى فنان فرنسي روو اسمه، كان يرسم مواضيع دينية بكثرة بس يرسمها بشكل تعبيري جدا مؤثر. عدا تأثري بالفنانين المكسيكيين، بيكاسو مثلا، بعض أشغال اللي كانت تلقي صدى عندي خاصة أشغال الواقعية. أنا رجعت ب49 فاشتغلت لأول مرة في وزارة الاقتصاد كمترجم، لأن ما كان عندهم ملاك بالملاك الخاص مالهم، ما كان أكو وظيفة أخرى تناسب خبرتي. وبقيت كمترجم إلى أن أحد أصدقائي في بنك الرافدين قال لي يعجبك تشيل بنك الرافدين، لأنه قال ترى الرواتب أحسن مما بالحكومة. فرحت بالبنك، أذكر قابلت مدير عام البنك، اسم الشخص بالمناسبة هو محمد علي الشلبي، فقعدت كتبت له نص على الاقتصاد العراقي، قبلوني رأسا طبعا، تأومت رأسا بالبنك، صرت موظف بنك، وبقيت إلى ثورة تموز أنا موظف في بنك الرافدين. واصل عمله الفني هناك واشترك مع جماعة الرواد في أول معارضها، وكانت لوحاته مفاجئة وغير مألوفة في أشكالها الجديدة ومضامينها الاجتماعية. تمرد محمود صبري على الموضوعات التي كانت سائدة في الفن آنذاك، وكان يؤكد على الدور الطليعي للفنان وقدرة الفن على بناء مجتمع العدالة الاجتماعية بفن جديد ومعاصر. أول معرض سويناه في بداية الـ50 سميناه معرض الرواد، بدلت أنا إلى من جماعة السوسايتي بريمتيف إلى جماعة الرواد. ما كان شيء اسمه جماعة الرواد في العراق قبل عودتي أنا من إنجلترا. أول معرض لجماعة الرواد جرت إقامته في بيت الدكتور خالد القصابة، واشترك فيه حتى جواد سليم زوجته نزيهة سليم أيضا. ما كانت الجمعيات الأخرى مكونة، جماعة بغداد الفن الحديث تكونت بعد عام من ذلك سنة 1950، يعني جماعة شاكر حسن وجواد سليم اللي أكدوا على التراث. احنا في الرواد السمة الأساسية عندنا كان انه كل التراث العالمي هو تراثنا. تشوف هذا الفرق في الوقت اللي هم أكدوا التراث العراقي الإسلامي وما قبل الإسلامي، احنا اعتبرنا التراث العالمي كله هو التراث اللي ممكن ان نستفاد منه كفنانين. فالتطلع للحرية بالواقع مرتبط بهالعملية السياسية الاقتصادية، من ناحية الرغبة بالتحرر، ومن ناحية أخرى الرغبة بإزالة الفقر، تحسين حياة المجتمع الفقراء، حياة الجمهور بصورة عامة، لأنه الثروة كانت محصورة بصورة عامة، محصورة في أيدي فئات وطبقات محدودة، أقليات يعني. كان محمود صبري يفكر دائما بخلق أشكال ومضامين جديدة في الفن تعبر عن الظروف الاجتماعية والسياسية الجديدة، محاولا إيجاد الصيغة الفنية الأكثر ملائمة وفعالية للإسهام في عملية التغيير الشاملة التي يشهدها عصرنا الحديث. الناس عليه بوقتها إبراهيم كوبا في شو اسمه وزارة الاقتصاد كان أعتقد، قال نريد نسوي مؤسسة معارض، شنو رأيك؟ فقلت له شنو
هالمؤسسة هاي. قال لي تريد السوق، احنا كل شيء ما نعرف شن هي أبعاد الشغل مالها، انت المفروض تقدم لنا في التقرير عن أهداف حتى نقدم المجلس الوزراء ونأخذ موافقة على تأسيس هذه المصلحة، مصلحة المعارض. سويت شو اسمه بوقتها قانون يتعلق بتأسيس مصلحة المعارض، قدم المجلس الوزراء، أخذوا المصادقة عليه وأخذوا المصادقة على تعييني والمدير عام بالمؤسسة. فقدمت استقالة البنك الرافعي، رحت لمصلحة المعارض، بقيت بها إلى سنة 60 عندما سافرت إلى موسكو. في هالفترة هذه السنتين طبعا صار عندنا معرضين عمليا بالمنصور، يعني استحوذنا على قطعة أرض في المنصور، حولناها إلى مقر لمصلحة المعارض، وانفتح بها أول معرض عراقي عام تجاري. بعد ثورة 14 من تموز عام 58 شغل منصب وكيل مدير عام مصرف الرافدين ببغداد ما حرمه من فرصة التفرغ لفنه، لهذا قرر الاستقالة من العمل وسافر إلى الاتحاد السوفيتي عام 60 كي يتفرغ تماماً للفن. رحت الاتحاد السوفيتي، هذا الشيء اللي كان كنت أنا أريده. بقيت الشغل هناك على أساس أرجع ورا ما أكمل الدراسة النظامية، متأمل أنه وراها في شهر شهرين أرجع للعراق. صار انقلاب شباط. وطني اسم أطلقه الفنان محمود صبري على مشروع لجدارية أنجزها في موسكو عام 60، وكان يأمل أن يتم تنفيذها في بغداد، لكن الانقلاب الدموي الذي وقع في العراق عام 63 حال دون تحقيق حلمه. جدارية وطني يعني سويتها ولا صارت تموز، زين، وشغلتها بالاتحاد السوفيتي.